ورجعنا لكم تاني يا احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم، هي فقره المطبخ. انتوا حفظتوا اكيد. ازيك يا رند؟ ازيك يا بسنت؟ عامله ايه؟ معانا فود بلوجر جميل جدا، هي بسنت المولا المله. ايوه صح كده. بسنت لو سمحت. بسنت بسنت وذ بي بسنت المله. اوكي مساء الهلو نورتيها فيها هنا يا بسنت، احسن اسيكي. منوره الدنيا، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت فود بلوجر، بتعملي ريسيبيز على السوشيال ميديا والناس بتتابعك وبتحب الاكل بتاعك، هتعملي النهارده ايه؟ هنعمل النهارده شريم بونبونز. دي من اكتر الوصفات لما بعمل اي عزومه او حاجه دايما صحابي بيتهافتوا عليها، يعني بيحبوها قوي. هي اصلا ابيتايزر، يعني وان اوف ذا ريستورنتس كان بيقدمها. فكان نفسي قوي ان انا اعرف الريسيبي بيهايند، الطريقه بتعمل ازاي. قعدت اجرب كده كذا مره لحد لما ظبطت معاكي. ظبطت. طب قولي لنا المكونات بتاعه الشريمب بونبون هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن جلاش بتحط فيه مكونات وبتقفليه زي البونبوني كده، بعد كده بتقليه. بالظبط. قولي لنا بقى المكونات. عندنا جمبري وسط هيبقى متنضف ومتقطع صغير، ورق السبرينج رولز، جبنه كريمي، جبنه بيبر جاك، جبنه تشيدر اصفر واحمر، هوت صوص، ثوم، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، وشويه صوص سويت شيلي كده اون ذا سايد. حلو جدا. طيب انا متحمس جدا ادوقها الصراحه، وانا بحب الحاجات المقليه بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. صويا صوص يعني. بالظبط. بيرفكت بالاخر. يلا شحينا وجوعينا بالظبط، وبلشي باول خطوه عشان نعرف نبرم معاكي. اول حاجه هنحط عندنا الطاسه. اوكي عارفه تعمليها ازاي؟ ودوسي بعد كده. ايوه الله عليكي زي الفل. كتير في من الضيوف عندنا بيكونوا مش عارفين. مش عارفين. ايوه. انت بتطبخي على بوتاجاز كهرباء ولا بوتاجاز غاز؟ غاز بصراحه. انا كمان. كل يعني كل الناس تحب تطبخ، اعتقد ما بحبش حدش بيطبخ على بوتاجاز كهرباء. صح، مش متعودين عليه. هسيب بس النار كده تهيت شويه على الزيت. أوكي. وبعديها هنشوح الجمبري. بالجمبري في هناك بقى ورا معالق كده اهو. اوكي اعتبريه مطبخك. روحي تسوقي هناك كده وارجعي عادي جدا. خدي راحتك. راحتك. زي هذيك المره وانا بعمان بعتت لعمر، اضحكك شوي، بعتت لعمر صوره المساكه تبعت. ايوه قلت له عمر صرت انا الناس تتذكر بعض باشياء ثانيه، انا بتذكرك بس امسك التونج. التونجز بس بس امسك على طول المساكه، بس اشوف حله بقى بتذكر عمر. مواعين ميه بالظبط، حمام ازايز ميه. بس انت يعني على السوشيال ميديا بتجوعينا، اكلاتك هيك مختلفه، يعني سواء كان كل ايام الاسبوع الجمعه بيكون زياده بقى عندك طبعاً. على السوشيال ميديا رح نحكي على يوم الجمعه. أوكي. بس شو خلاكي حابه انك تفوتي هذا المجال، سبيشال انه انت مش شيف اصلا؟ صح، انا اصلا دكتوره اسنان. ايه بجد؟ يس، حلوين. This is my main job اصلا. حلوين قوي. I love your smile. Thank you. I love yours طبعا. انا اصلا دكتوره اسنان. أوكي. يعني ده مجال بعيد تماما خالص عنه. بس فن برضه. It's artistic. يعني cooking is art. بالزبط. يعني you know طبعا. طبعا. ثواني نحط الشمس. أيوة. دكاترة الأسنان دايما عندهم هوايات تانية فنية، لأن هم صراحة فنانين يعني. بالذات اللي هي الأقسام بتاعة النحت والحاجات دي بتبقى لازم تطلع السنان مظبوطة على الشعرة. بتصدق على سيرة السنان وصححي لي كمان دكتورة بسنت. قرأت هذيك المرة أنه إحنا بالعادة الواحد لما يكون أسنانه معوجة أو مش ظابطة بيروح بيعمل تجميل بس عشان الابتسامة، بس طلع أنه الأسنان المعوجة بتعمل أمراض كثير بالبني آدم. ده حقيقي. هذا مظبوط؟ ده حقيقي. كيف بيأثر؟ التأثير دايما بيبقى أن الكراودنج بتاع الأسنان أو أن هي تبقى فوق بعضيها، ده بيساعد أن البكتيريا أكتر أن هي تتجمع، فتبدأ أن هي تبدأ تزود التسوس بتاع الأسنان شوية بشوية، لحد لما التسوس ما بيبقاش داخل بس في الأسنان، بيدخل كمان على العظم. يا الله. فعشان كده دايما يعني أنا عارفة أن الناس بتكره دكاترة السنان. أنا بكرهها. أنا بحبهم. أنا بحبهم. بجد. أنا بحبهم. أنا بموت دكاترة السنان والله. أنا أنتوا يعني إكسبشن. أنا حتى بناتي هي عادة. يعني هم وصغار من أول ما طلع لهم سن كنت أخذهم مع دكتور السنان عشان ما يخافوا. أوكي. على فكرة this is a very 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 good idea. أنا دايما بننصح بيها. بس أنا عايز أقول لك على حاجة. يعني أنا ابتديت أحب دكاترة السنان لما أنا كبرت واخترت دكتوري بنفسي، بس دكتور بابا مش هقول اسمه كرهني بدكاترة السنان. بس دكاترة أصابعهم بتكون كبيرة، بتحس أنه بوجع لك تمك وعم. بالظبط. هو راجل كبير وشوية آراءه متطرفة شوية في السنان. يلا نخلع، يلا يا نهار أسود، بقيت بترعب. فلما رحت أنا لدكتوري اللي مطمن له
اللي بعرف افتح بقي على الاخر كده عادي. انا كان عندي جاج ريفلكس بس اتعالج بسبب ان انا مرتاح نفسيا تحت ايد الدكتور. طيب انت عملت ايه هنا؟ انا هنا حطيت بس شوحت الجمبري، حطيت عليه بقى التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل والبابريكا، ودلوقتي بزود شويه كده من الثوم المفروم بيديله طعمه حلوه قوي. لو حابين ان احنا ناخد ده لطعم تشاينيز برضو ممكن ان احنا نزود له شويه جنزبيل فريش برضو هيديله طعم حلو قوي. ممكن برضو اللي هو الزيت سيسن اويل تبع الجابانيز. وبعدين الخطوه اللي بعديها ايه؟ بص انا بالنسبه لي اهم حاجه بس الجمبري ان احنا ما نسيبوش على النار كتير. الجمبري انت عارف اول لما بيتساب كتير بيشد وطعمه بيبقى وحش قوي. هو اعتقد ان هو كده هو كده خلاص يعني. انا بالنسبه لي كده هقفل النار عليه. وبعدين هتحطي حاجه في الطاسه دي ولا لا؟ لا كده احنا خلاص خلصنا بقى كده على جنب تريح هنا كده مع نفسها وندخل على اللي بعدها. طيب نرجع نكمل نحكي عن كيف انا بلشت. خليها تعمل الخطوه الجايه وقولي لها السؤال. طيب. ماشي. انت بقى بتعمل حاجه وشايفه يعني حلوه الخطوه هلا هيك حلوه. سوري لا والله مش بعرف بمزح معك. ماشي هناخد بول دي. يلا. انا هسيب بس الجمبري يهدى شويه صغيرين. هنبدا بس ان احنا نحط الجبن بقى كلها بتاعتنا. ماشي. دي الجبنه البابري جاك وده ده ايوه دي كريم تشيز. يلا هي دخلت الجبن وكريم تشيز. اتفضلي. هلا طبعا بزبط اذا ما في بابري جاك وتشادر ممكن نستبدل. لا. برومي ممكن ولا لا بصراحه يعني انا جربتها كذا مره. أوكي. اكتر فليفر بيزبط يعني لو احنا عايزين طعمها زي اللي بناكلها بره بصراحه بحس التشادر مع البابري جاك اظبط. اوقات عملتها من غير بابري جاك كنت بستبدل بقى ان انا مثلا بزود كميه الهوت صوص شويه. اوكي. عشان اعوض الطعم بتاع التشيلي. ايوه بس احنا بصي دلوقتي احنا ايه في ازمات فالبيبر جاك ومش البيبر جاك والبولدوج والحاجات دي مش هتحصل. احنا هنحط على طول شويه هوت صوص كده وخلاص والموضوع هيظبط. هو بص اعزائي المشاهدين شويه جبنه شيدر هنحط عليها هوت صوص والموضوع خلص. ايوه افضل العمليه دي. طيب تخلط الجبن بعدين. هحط عليها بقى الجمبري وهنخلصهم بس كويس. اهم حاجه نتاكد ان الكريم تشيز هي اللي بتربط لي كل الميكس بتاعنا ده عشان يسهل علينا الحشو في الاخر. اوكي اصل انا في الاول خالص اول البرنامج كان الموضوع ايه في مش عارف ايه افوميكاتا وبارميجانو ريجيانو دلوقتي الجبنه الرومي هي اللي مسيطره. لا مسيطره همشيك مسطره بعد. هحط الجمبري بقى وكمان الهوت صوص مش هتحطيه؟ هحطه. ممكن نشيل الكارت ده. اوكي يلا. اوكي هقلب بقى السكر. طب عادي بتقدري تحكي لي وتبرمي انت بتعملي قولي لي. يلا ما انا سالتك سؤال قلت لك انت شو دخلك بمجال الفود بلوجينج؟ اللي دخلني مجال الفود بلوجينج ان انا في الاول خالص كنت بنزل الاكل اللي انا بدوقه من بره او مثلا حاجات ريسيبيز انا بعملها هوم كوكينج على ماي بيرسونال انستغرام اكاونت. الاكاونت الشخصي. الاكاونت الشخصي بتاعي وبدات بقى اللي هو احس ان هو لا ده ميكس الاثنين مع بعض ده غريب. لا اعمل بقى اكاونت ثاني. هعمل يعني كان نيو يير ريزولوشن اللي هو قلت خلاص انا هعمل حاجه مختلفه. وبصراحه ما كانش الايم ان هي تبقى يعني حاجه بلوج لانه وقتها انا مثلا الكلام ده كان 2013 او حاجه كده. الكلام ده كان وقتها ما كانش موجود قوي يعني على السين بتاع السوشيال ميديا زي ما هو موجود دلوقتي او في اخر مثلا 3 4 سنين. دلوقتي انا فاكر انا على الفيسبوك. يلا انا على الفيسبوك في 2011 كنت اول واحد. انت اول واحد فعلا انا يعني عامله لك فولو حتى من وقت الجروب. كمان بتاعك ده سكسي فود. يس يس شكرا. هناخد بقى السبرينج رولز. هتعملي ايه بقى هنا؟ هنا بقى اهم حاجه واحنا بنحشي السبرينج رولز. السبرينج رولز من اسرع الحاجات اللي هي بتنشف. ايوه يس. فاهم حاجه بس ان احنا على طول نكفرت يعني لو عندنا مثلا فوطه او اي حاجه شويه تكون مبلوله حتى تكون رطبه. بالظبط. انا ست بيت. ايوه يعني وحاملهم هايمه. هو ده الكوكي. انا بناتي بيحبوش كثير يعني بياكلوا سي فود بس بفضلوا الشمس كثير. على اي حاجه بالشمس بياكلوها. انا كمان يعني عايزه اقول لك ماليش في السي فود تماما. ويعني لما بقول لحد كده ويعرف ان انا فود بلوجر جد انا عارف انا يعني انا عارفه الموضوع صادم. انا بعشق السي فود. انا عارفه برضو بس
انت طيب منين؟ من القاهره ولا من؟ انا من القاهره اصلا. اوكي. ما يعني ما كيش اي اصول سحلويه؟ لا خالص يعني، بس سحلوية. انا بحب اسكندريه جدا جدا جدا. بصوا عشان دي اللفه بتاعتها بقى انا بس حطيت معلقه صغيره هنا كده وهقوم لفاها. اكد بس ان انا قافله كل السايدز بتاعتها كويس. الجوانب اهي دكتور الاسنان طلع حشوه وسنان. الحشوه بقى هنا. وبعدين هناخد ده الخيط ده زي اللي بيتعمل فيه العرق بتاع اللحمه. انا بس هنا بالظبط هاخده كده هنا اربطه، بس مش هناكله، احنا هنربط بيه ولما نيجي ناكل. بالظبط لما هنيجي ناكل لما نيجي بعد بتقليها فيها. بقليها فيها عادي خالص، ما بتعملش اي حاجه. بعد لما بتطلع هنقوم شايلينها منها كده بمقص. اوكي. بس بتطلع بونبون كده. بونبونايه ملبسايه. يس. تعالي بقى نعمل واحده ثانيه. ماشي. بس بصي ممكن تجيبي الطبق هنا شويه كده وتخليكي اعملي على الطبق نفسه. اوكي ماشي. يلا بينا. عشان يشوفوا طريقه اللف. الكاميرا تبقى جايباها. هي التريك بطريقه. ممكن تقفلي البوتاجاز. لا ما هي خليها. انا لسه مش عارفه. يا طب خلاص بصي اعمليها عند رند. عادي عند راس هناك في الفسحه. مش بدك توقفي جنبي؟ ايوه انا عايزه اجي جنبك. نبعد عن عمري من خصمه. تعمل ما تلف البنايه. بعدين بعطيك من بنايه الشريم بصالحك. اصبر اصبر. ماشي اوكي. انت كل البونبونز عندك اصلا. بكره هطبخ انا فهتحرمي من الاكل. طيب يا بكره الله بيفرج. بصالح بجيب لك بونبوني عن جد. تدخلي لي بوكي ورد. بالظبط. اقل من بوكي ورد فيش اكل. طيب نيجي ليوم الجمعه. والشهونه اللي بتصير يوم الجمعه. يعني بتفتحي نفسنا على الاكل. شو قصتك معي؟ ليش اجي يوم الجمعه تحديدا؟ دايما 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 يعني جدتي بتحب ان هي تجمعنا عندها يوم الجمعه، فيوم الجمعه يوم مرتبط عندنا بالعيله والاكل. لازم فاميلي جاذرنج، يعني فود جاذرنج، يعني لازم يبقى في اكل حلو كده اللي هو البيت. جماعات العيله دايما بتقلب بجماعات اكل. انا بترجم عشان ايه؟ لازم نترجم. ماشي. بس فالاكل بصراحه يوم الجمعه يعني مرتبط عندي ب يعني بايه. ايه بقى بيبقى في سفره يوم الجمعه ده؟ سفره يوم الجمعه لو ما عليهاش مكرونه بالبشاميل انا بحس ان هي. ده الصبح ولا بالليل؟ لا ده الظهر. ده الفطار؟ ما عنديش مشكله. لا الفطار الظهر بالليل عادي يعني مكرونه. لا 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 لو بتتكلم على الفطار، لا الفطار بقى فول وطعميه وبطاطس. ايوه ده اللي انا مستنيه. انا بحب ده يوم الجمعه قوي قوي قوي. ده يعني ممكن مثلا عشان الشغل الصبح كل واحد يبقى معظم الويك دايز او الايام بتاعه الاسبوع الثانيه مش لاحق ياكل. بس يوم الجمعه فعلا الواحد بيصحى كده راحته على. بالظبط. جوعان بتشبع بالي اكل هيك وهيك. بالزبط. وهيك. تعالي نعمل البتاع واحنا بنتكلم. بس ايوه عايزين نشوف بقى اهي انا حطيتها. ايوه انت ايدك فوق الطبق. اوكي. طيب فكنت برضه عايز اسالك سؤال يا بسنت عن مين الشيفات مثلا الاجانب والعرب اللي ألهموكي ان انت تخشي المطبخ وتحبي مجال الطبخ قدام الكاميرا؟ لانه الطبخ قدام الكاميرا مش زي الطبخ في البيت العادي جدا. انا يعني عايزه اقول لك انا حاسه دلوقتي بصعوبه جدا. لا بس قصدي كمان حتى قدام كاميرا التليفون، حتى مش لازم التلفزيون. قدام كاميرا التليفون اذا غلطت بترجع بتعيد. بترجع بتعيد. بالظبط. بترجع بتعيد. قلبت ايوه قلبت. طيب انا بحب اللهجه دي جدا. فانا يعني يعني مين مثلا من الفود بلوجرز الاجانب او العرب مثلا اللي حبيتي شغلهم فحبيتي ان انت مثلا ألهمك الموضوع انت تدير اون بلوج او البلوج بتاعك؟ بص اونستلي لو احنا هنتكلم كمصريين فعلا انت زي ما قلت كان من 2011 تقريبا ما كانش فيه غيرك انت بس والله اللي بادئ لا والله بكلمك بجد ده فعلا يعني لو انا فاكره فعلا صح هو فعلا ما كانش فيه حد على السين بتاع السوشيال ميديا. كان حتى الموضوع غريب. كان شويه بس صفحات اكل اللي هي كبيره شويه صفحتين ثلاثه هم اللي موجودين يعني دول اللي كانوا على السين. انما بقى كنت بحس اكتر فعلا كاجانب هم كانوا مهتمين بالموضوع ده والفود فوتوغرافي من زمان. يعني انا لو رجعت الوقت مثلا التصوير بتاعي 2013 هلاقي كوارث 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 كوارث, كوارث كمان. فعلا كمان. يعني اول ما بدات بلمتين نيون. ومحدش فينا كان مهتم قوي بفكره الفود فوتوغرافي او التصوير بتاع الاكل للدرجه. كان كله بس يلا احنا بنصور كده وخلاص. واهم حاجه ان احنا ننقل الفيدباك بتاعنا او الاراء بتاعتنا بقى في الاكل او الريسيبيز للناس. يعني يلا بينا نقلي واحنا بنكمل كلام. أوكي. الفكره برضو يعني من الناس اللي انا حبيتهم مثلا كان جيمي اوليفر. كنت حاسس ان ده اقرب واحد ليا. ده يعني حتى الروح كده. في كمان الانرجي. في كمان مارسا ستيوارت. ايوه شكرا.
يعني مرات انا هيك بس احوس مش عارفه شو بدي اطبخ بعد بشوف عندهم افكار لطبخات لذيذه وهيك اوت اوف ذا بوكس يعني. لا مارسا ستيوارت دلوقتي يعني ما شاء الله اكيد مش احسدها بس هي يعني امبراطوره يعني هي في حته ثانيه تماما هي لوحدها توب مجال. بس احنا بنقلي. طب شايفه مين من الناس المشهوره مثلا الاجانب بيشبه طريقتك مثلا؟ انا شايف جيمي اوليفر يعني بيشبهني جدا. بص انا بحب يعني انا من وانا صغيره اصلا دايما بحب اتفرج على البرامج بتاعه الطبخ والحاجات دي. ثواني عشان الزيت كان حامي شويه. يلا احنا ممكن تشيليها من على النار لو عايزه الزيت يخف شويه. عادي تشيلي الطاسه نفسها. اوكي خليها كده في النص. ماشي بس تعيش بقى هي على طول خدت لون جولدن اهو حلو قوي. بقى على طول عايزه في مصفه كبيره هنا. اوكي ماشي حلو شكلها شكلهم حلو قوي. وقد ايه سريعه يعني بيجيك ناس على السريع. هو كل اللي جوه اصلا كده كده مستوي فدوبك الجبنه بتسيح هي والموضوع مش محتاجه اي حاجه بس هو السبرينج رولز بتاعتنا بس بتاخد اللون وخلاص. بس اهم حاجه الزيت يكون غزير لان زي ما انتم شايفين هي كبيره شويه. ايوه ممكن نحمرها. بس قبل ما تنزلي بقى تاني خدي المصفه اللي هناك اهي المخرمه على الاخر على اليمين خالص. على اليمين خالص. قصدك دي شفتيها؟ ايوه هتبقى اسرع بالنسبه لك. هتبقى احسن كتير. يلا نزلي الباقي. انت بتقدميهم بقى مع الصوص ده في الاخر. الصوص ده السويت تشيلي يعني جنبها بيبقى حلو قوي. ممكن برضو زي ما قلتي لو عايزين صويا صوص او صوص ترياكي برضو. انا بحب الموالح اكتر. وانا كمان السويت تشيلي يعني مش احلى شيء بالنسبه لي. انت عارفه انا بعمل صوص جنب اي حاجه مقليه بيبقى في البيت كده. صاحبتي في اللبنية هي اللي علمتهوني. بتحطي خل صويا صوص توم نقطة أخضر. فيش صوص ونقطة زيت سمسم قلبيهم مع بعض الله طعمه حلو قوي. زيت السمسم بيجيب طعم بيودي حتة تانية مش معقول. ايوه انت كنت لسه تكلميني عن زيت السمسم فعلا. يعني انا خطير. ما بعتبر اي اكله مثلا ايجن بتكون الا لما يكون معاها زيت سمسم. رهيب. ولو طعمه مختلف. احنا عندنا بالاردن في زيت السمسم احنا بنقول له سيرج. سيرج. ليه اسمه كده؟ ما بعرف شو بيقولوا له. سيرج. فماما بتحطه مثلا بالمحاشي وكذا. طعمه مختلف تماما. واو. يعني بتختلط بين زيت زيتون وزيت نباتي وبرضه السيرج. بجد؟ طعمه مختلف تماما عن زيت السمسم. بس حتى في المحشي غريبه قوي. غريبه فعلا. عمري ما سمعتها. بالذات محشي الباذنجان. بجد؟ ومحشي الكوسه. احنا كمان بنعمله بطريقه مختلفه عنكم. احنا بنطبخه بمرقه بندوره مع زبادي مرات بنحط معاه وهيك بيطلع مع الزبادي. هلا انتم ما بتحبوا فكره الزبادي المطبوخه؟ انا بحبها بصراحه. أنا بحبها يعني كتير. هي بدها تعويد يعني. انا كمان عندنا حارس العماره مرات بكون طبخه مثلا لبن معقود او شكري اقول لها محشي فبنزل له بقولي اجاني قالي بص يا مدام شكرا. قال لي حرام. قلت له قتلك اكلي مش عاجبك؟ قال لي لا والله انا ما باكلش زبادي مطبوخ حضرتك. قلت له ماشي. هتقدميها بقى مع الصوص؟ انا هقدمها مع الصوص. احنا ممكن بس دلوقتي عشان هي لسه سخنه مش هنعرف نشيل. اساعدك استاذ رائي ممكن بس اتحرك شوي بالمطبخ اساعد معها. شكرا شكرا شكرا. مش احنا ممكن بليتين عشان بدي اساعدك. اوكي تحطي هون عشان نقدم. انا مبسوط النهارده. انا ما بساعدش حد. انا قاعد مبسوط ومتكيف كده بس هم ايه شغالين. والله انا عم بفكر بالتصوير. انا في العادي انا اللي بعمل كده. انا عم بفكر بالتصوير والتقديم عشان هيك. اوكي لا الفكره ان هو بيقول لي انت عادتهم عشان انا بقعد الف حوالين نفسي. انا عارفه لا بتكون انت طب ايه مستحيل طب فانا بستبق الاحداث. مش مشكله اذا بتكلم مش مشكله قبل ما نبدا هياكل بقى يشيل معنا خلاص. هذا هيكسرها بالخيط بالضبط على قولة رأي. بس ده هنا عندنا السويت شيلي. يلا بينا. ده السويت شيلي ده اللي هو الصوص الحراق بس هو مسكر شوية. يعني بجد بيبقى طعمه مع الطعمة بتاعة الجمبري بتدي بتبقى حلوة قوي. Out of the world زي ما احنا بنقول. حط بقى كده. انت تاكلي ولا تعمل ايه؟ راح فين؟ لا حطيت لها الصحين. صحين. الصحين. بس انا حبيتها. بقيتي شامية كده. بقيتي شامية. حتى هذا الدلع. صحين. صحين. يا. السوريين من دمشق بيمطوا.
يعني مش بس انا بمطش، انا مش كثير دلعه مبدئيا. طيب يعني اول شيء بدي احكي لك انا كثير انبسطت اني عرفتك، يعني كتكوتة وهيك دمك خفيف وحسيت حالي مش اول مره بشوفها بصراحه. ايوه انا حاسه ان انا عارفك كمان. شكرا كثير عشان اجيتي عنا بيهو هنا. شكرا على الاكل الطيب، شكرا على الابتسامه الله يديمها عليكي. واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بكره لنا لقاء اخر. عمر معك المايك. انا بس عايز نشيل الطبق ده مش قادر. شفت؟ حاولت امسك نفسي، حاولت ما قدرتش. اصل الكاميرا هتجيبه من فوق هتلاقي الطبق ده معايا، فاحنا مش عايزين الطبق ده معايا النهارده. كان معانا بسنت الملة المولة. مش عارف ليه الاسم عمال المولة المولة يعني مش عارف ليه. تاني هنعيد اكني دي هنعيد. اوكي النهارده كان معانا بسنت المولة فود بلوجر الجميله. كنا حاسين النهارده فعلا ان انت قاعدين معاكي في البيت كده بندردش وبنضحك وبنهزر. نورتينا النهارده بجد. ميرسي نوركم بجد، اتبسطت قوي ان انا كنت معاكم، ويعني هستنى ان انتوا تجربوا تقولوا لي. هنجرب حالا بعد الهواء هنهجم. مش ازاي المقاول بس في النهارده عايز اعيد كل الحته دي. يلا مش مشكله، لا عادي مسامح مسامح. يلا جوعت تقريبا. النهارده بسنت عملت لنا الشريمب بومبون صح؟ مظبوط مش كده؟ مظبوط. بسنت المولة المولة شريمب بومبون. هقدر اراجع الحته دي كتير. عملت لنا الشريمب بومبون مع السويت اند شيلي صوص، شكله خطير، وهروح دلوقتي اخد لي واحده. وانتوا كمان لازم تشوفوا كل حلقات هو وهن كل يوم الساعه 4 للساعه 6 بتوقيت مصر على قناه المحور، احلى قناه في العالم. باي باي.